جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما الواجب على المسلم عند دخوله المسجد والجماعة في التشهد الأخير وما الأفضل في حقه؟ إن كان يغلب على ظنه أو يعلم أن هناك من سيأتي أن هناك من سيأتي فينتظرهم ويصلي معهم جماعة لأن الجماعة الموجوده فاتت فينتظر ما من يعلم انه سياتي ويصلون جماعه بعد سلام الامام وان كان لا يغلب على ظنه وجود احد او قدوم احد فانه يدخل مع الامام فيما بقي من الصلاه ليحصل على الاجر والمتابعه ولا يفلس من هذا وهذا نعم